حي على الفلاح. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أنت ربنا العظيم الرحمن الرحيم، أنت أول كل شيء ووليه، وكل شيء خاشع لك، وكل شيء قائم بك، وكل شيء ضارع إليك، وكل شيء مستكين لك. خشعت لك الأصوات وكلت دونك الصفات، وضلت دونك الأوهام، وحارت دونك الأحلام، وانحسرت دونك الأبصار. لا يقضي في الأمور غيرك، ولا يتم شيء فيها دونك. سبحانك ما أجل شانك وأعظم سلطانك. تسبح لك السماوات العلى ومن في الأرض السفلى. لك التسبيح والعظمة والملك والقدرة والحول والقوة. تقضي بعلم وتعفو بحلم. أيها الإخوة، قبل لحظات نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام هنا في مكة المكرمة. المسلمون أخذوا في تناول إفطارهم، والبعض منهم يؤدي ركعتي السنة بعد الانتهاء من إفطاره. الإيمان من فقه الصوم وإدراك حكمته مراعاة آداب الإفطار، فلا يسرف الصائم في تناول الطعام بحيث يمتلئ جوفه. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فالعلاقة بين الصيام وصحة الإنسان حقيقة أكدها الإسلام. ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفطر على البلح والرطب، فإن لم يجد فعل التمر، فإن لم يجد فعل الماء، ثم يأكل ما وجد مع
في مأكله ومشربه، وهذا امتداد لأسلوب الصيام. أيها الإخوة، أعود وأكرر هذا التنويه في أن هذا النقل التلفزيوني المباشر يشاركنا في نقله مركز تلفزيون الشرق الأوسط NBC، ويستقبل إرسالنا المرئي في هذه اللحظات ليبث عبر قناته إلى العديد من الدول وصف وقائع هذا النقل الحي من المسجد الحرام إلى كل من الدول الأوروبية: الجزائر، المغرب، تونس، جمهورية مصر العربية، دول غرب وشرق أفريقيا، باكستان، الهند، تركيا، روسيا. نحن نحيي هذه الدول ومشاهديها الكرام في مشاركتهم معنا هذا اليوم المبارك. أيها الإخوة، من مزايا شهر رمضان المبارك المبهجة أن العالم الإسلامي في مختلف أقطاره يبتهج ويسعد باستقبال رمضان، وتتلألأ عواصمه وحواضره بفرحة غامرة وبفيض زاخر من الفرح والسرور، وتبرز صور مشرقة تتجلى فيها شعائر الإسلام، ويلتقي المسلمون في عبادة الخالق جل وعلا، فيتعاونون على الخير والإحسان والذكر والصلاة والبذل ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وتظل الليالي وهاجة ساطعة بالأنوار والمصابيح، وتنبسط الأيادي بالخصب والتكريم بشتى الوسائل. وحقا إن رمضان لشهر متفرد بين الشهور، له خصائصه ومناقبه ومظاهره الكريمة، فحمدا لله على نعمائه وفضله، وجعلنا الله من الصائمين المؤمنين لنفوز بالنجاح والفلاح. أيها الإخوة، وما هي إلا لحظات ويرفع أذان إقامة صلاة المغرب بين جنبات بيت الله الحرام، يؤدي المسلمون فريضة صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم